أهم الوصفات الطبيعية لعلاج التجاعيد الألوفيرا، جيل الأوليفيرا، وكذا مرة ترطيب الترطيب طيب ترطيب جيل الأوليفيرا الألوفيرا من أهم الوصفات الطبيعية. بيجي كمان الموز، سواء كان القشر أو سواء اللب. معروف من قبل أنه اللب ممكن تخلطوه مع العسل إذا كانت البشرة عادية، ممكن تخلطوه مع اللبن والنشا إذا كانت البشرة دهنية، ولكن معروف الموز. قشر الموز هلأ بيتصدر كمان أكتر، وإله طريقة خاصة من، وكل ما كان الموز أسود يعني سودة كمان فإله فائدة، ولكن مشكلته هون إنه بيزداد الكالوريز فيه، بيصير سكر أكتر. ولكن قشر الموز ممكن ينطحن، ينجفف وينطحن ويوضع معه النشا وبذور الكتان وينغلوا على النار، بعدين نصفيهم ونحطهم كجيل على البشرة. من الأشياء اللي بتساعد كمان بياض البيض، ممكن نعمل مرتين بالأسبوع، بيشد البشرة كتير. زيت الزيتون لا يعلى عليه، ولكن يفضل مساء وينترك وينغسل صباحا تماما. كمان عصير الليمون.